السلام عليكم. ان شاء الله باذن الله النهارده نتكلم بقى عن الطاقه الداخليه طبعا والقوه الخارقه والحاجات الجامده اللي الناس عارفاها. ماشي، انت دلوقتي في ناس كلها بتصور اللي هي بتكسر قلب الطوب اللي تحت بس، النهارده انا علمك بقى تكسر اللي تحت بس ازاي، وتعرف ازاي بالقوه الداخليه والطاقه الداخليه تستعمل قوتك. هات الطوبتين اهم، تمام اهم، فاهم قصدي؟ هنا اول حاجه اجمع بقى القوه بتاعتي، جمع بقى حسب ما انت عايز بقى، جمع كده ماشي، شوف كده اختمل انت كده ماشي، كده ماشي زي ما انت عايز. هنا اول حاجه تيجي تعملها انت خلاص شد قوتك بقى، قوة ايدك تضرب حضر جسمك لحد ما تعرف. بص انا هعرف دلوقتي، تكسر كده ماشي، تكسر كده ماشي براحتك، شرب بتاعتك اتكسرت، الفم ما اتكسرتش اهي، وطبعا باينه في الفيديو. يا رب تكون الناس تعرف ان دي الطاقه الداخليه. يا جدعان اكسروا الطوبه اللي تحت دي والاتنين فوق بعض دي، اكبر كذبه الصينيين عملوها واليابانيين عملوها، وطبعا المصريين بتوع ان هم مش عارفين اي حاجه في اي حاجه، طبعا بيشتغلوا الناس مش ورا المشي، كل ده فشخه، كل ده كذب 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 الابل على راي الليمبي. هي قصه كلها طريقه مش اكتر من كده، مش حد يضحك على المصريين ويقولوا لك كابتن عبوده بيعمل كده ليه، انا بعمل كده عشان انا الراجل لو موت يبقى انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، بلغ العلم اللي انت عارفه كله. في حاجات الصينيين اللي ضحكوا على الامريكان نفسهم بيها، قوه الشي والطاقه الداخليه كل ده كده، والله كله كده. انا بتدرب من سنه 86، 30 سنه تدريب، ولما لاحظت انا نفسي ان في شباب بتموت، الناس عماله تموت في سن صغير، واحد يبقى مات يبقى مات، يعرف شباب مصر ان ده كده. فالطريقه اسهل ما تتخيل. انت جيت حطيت الطوبتين اهم، والطوبه دي خلاص اللي اتكسرت، دي الطوبه السليمه، نحط خشب صغير اهو على اولها، والطوبه هي اللي انا احطها كده اهو، دي بحطها كده على اولها، والخشبتين التانيين دول يا شباب اهم، دي واحده كمان عنده اهي، والتانيه اهي، وبجيب الطوبة التالتة دي فوق اهي. في حاجة اسمها خشبة الكسر اللي هي المثلث، خشبة مثلثة دي اللي بتضرب اللي في النص، انا مش هيعدوا عليها، وحط دي في النص كده، وتحط دي كده، ولازم طبعا ما زي الصينيين علمونا طبعا، وبتوع اللي هو بقى قوة الشي والطاقة الداخلية والكذبة كذب الابل اللي انت بتكسر هنا. في نقطة بقى بتبقى الصينيين عاملينهم، انا بقى كنت عشت ام الصينيين يعني، عشت معاهم شوية في ليبيا كده، بيبقى حاجة اسمها تجهيز للشو، تجهيز للعرض. انت بتيجي بكل اللي عليك، بتيجي ادي الطوبة اهو، بتجيب منشار زي الاول، هاتي عبد الله تعال، هاتي تتعاشر اهو، انا مش عارف في تجهيز اسمه تجهيز للشو اللي هي تجهيز العرض. تجهيز العرض بيبقى فيه ناس مخصصه لو تكسير الخشب على الجسم، في ناس معينه هي اللي بتكسر الخشب، القوه مش في اللي بيكسر، القوه في اللي بيضرب عليه. تكسير في تجهيز الشو بيبقى فيه خشب، في طوبه بيعملوها كده وبيجي في النص بالظبط، بصها كده القصه دي بالجنب ميول كده، بص تاخد ميول كده من هنا عندك اصبع بقى، بعد اذا كلمه دول اهو، بعد اصبعت عندك ادي اهو اتنين، وادي الخشب اللي بيتحط ده اللي بيحصل على مستوى العالم، واي حد يقول غير كده اقول له انت كذاب. اي حد على وجه الارض يقول لي غير ده، الطريقه دي اللي وحيده في العالم اللي بتحصل، اقول له انت كذاب كذاب كذاب، معلش ده على شباب مصر.
عايز اعلم اتعلم اهل بلد واعلم صح اعلم شباب مصر اعلم اللي انت عارفه صح والحاجه الكذبه قلت كده قلت كده عشان ربنا حاسبك عليها مش مهم انت عارف ان انت كده والتلميذ جاي يتضرب معاك ولا قاعد جاي يتضرب معاك انا قلت هعرق وهعمل طاقه دي كده انا عريت عشان الكشاف الاضاءه هي عامل صناعه على جسمي بس انت دلوقتي عندك محصوره اهي التكسير بجنب هنا بقى اطول من هنا هنا مش باينه حطيتها على اولها اهو وحط الاثنين اللي هم دول اهم واحده دي اللي هي المثلثه دي انا قصنها عند النجار قصه ان هي تبقى اعلى من دول هيكون انت دي الصوبه السليمه اهي حطيتها كده اهو حطها فوق الخط بالظبط اللي انت عامله اهو فوق فوق هيعبر من هنا تصور بس تعالى هنا من هنا اهو مش باينه هنا هنا باينه الطوبه فوق الطوبه الخشب المثلث قدام البتاع بالظبط هنا مش باينه زور بقى تاني لكن لازم اعمل بقى الحبه الكذب طبعا اللي هم المسيح الدجال طبعا الاعلان الثالثه والجو ده كل ده كذب وتاهيل المسيح الدجال وتاهيل الديانه الماسونيه العالميه الحاجات اللي بتعمل كده ايوه تمام كده حاجات كده كده يا جدعان المسيح الدجال وكده الشيطان انتوا مسلمين حد بربنا سيبكم من الشباب اللي بتجرك للديانه الماسونيه بايع مكان انا ريس عشان خاطر اخش في الموضوع ده لقيت ان انا اكفر بالله عشان رياضه تولع الرياضه تولع امها في حاجات كل الناس بتضحك علينا السنين بيضحكوا على الامريكان نفسهم زي بتاعت الشنيور دي كذبه والخشب الكسر ده كذبه كل الفيديوهات هتتعمل ان شاء الله ربنا كانك علينا عمش انا بقى اهو ولازم الحبه بتوعها هي ها هو هو كل ده كذب الطوبه اهي بقت نقطه ضعف اللي انا بعمل بيه دي كده اهو اتكسرت كل ده كذب يا جدعان محدش يضحك عليكم محدش يستغلكم قولوا لي كابتن عبوده خرفاجي يا عم انا خرفاجي انا مصري بحب اعلم ولاد بلد عشان اما اموت في يوم من الايام ربنا كملت كل اللي انا عرفته بس يا جدعان محدش يضحك عليكم الكاميرا فصلت الكاميرا فصلت والله البطاريه بس اللي فصلت اهم حاجه كل واحد يعني كل واحد يعلم من صاحبه انت مصري مسيحي شيعي نيله سودا على عينك مصري علمه عشان البلد دي لا قدر الله لو حصل في اي حاجه في يوم من الايام يبقى زي سوريا ولا ليبيا الجيش مش هيعمل لك كل حاجه لازم شباب البلد يحمي البلد لازم شباب البلد يحمي البلد لو جيت في يوم من الايام والناس مهنجه وعبد موته واللي بيشرب بانجو وبيشرب حشيش لا يا عم العب رياضه وعلم علم صاحبك علم انت ممكن يكون ليك قدوه وانت ما تعرفش ان انت ليك قدوه ممكن يطلع لك عيل صغير عاملك مثله الاعلى فانت شايفك بتعمل عبد موته وسنج وبتاع هو هيقلدك ما تتكلمش بيها هيقلدك وحق الله الناس تحب بعض شويه ويا رب يا رب ما حدش يكذب على المصريين ولو حد بيكذب عليك وانت عارف اللي كذب قول له انت بتكذب يا ابو الشباب ده كذب قوة شي دي كده والله كده واتحدى اي حد في العالم كده صيني بقى مصري امريكي ياباني يجي يعمل حاجة وهثبت ان هي كده قوة شي كده والطاقة الداخلية مستر محمود نفسه قال كده انا طلعت الفيديو وقلت يا جدعان تكسير البتاع دي هي مش طاقة داخلية عشان طاقة داخلية علم لا يا عم الحاج الطاقة الداخلية دي كلها كده باكملها كده اللي يقول لك في حاجة اسمها انفعال بس مش طاقة داخلية الانفعال غير الطاقة الداخلية، الانفعال اه لما حد يكون بتتعصب بتعمل ده فوران اعصابك بتفور بس. اما تقول بقى تنام على الازاز وتمشي على الازاز تمشي على النار وتقول لي طاقة داخلية كذبة. كسر عليك خشب وبتاع كذبة، نوم على المسامير كذبة، كل ده اعمل لك فيديوهات انا ما بتكلمش بالبق بفيديوهات. يا رب الناس تستفاد، يا رب كل الشعب المصري استفاد، شباب مصر استفادوا، حتى الشباب العربي استفادوا. كان معكم الكابتن عبودة النينجا من الزقازيق انا ولا هعمل كده ولا كده ولا كده ولا كده انا مصر بحب مصر دي تحياتي تحيا مصر عم الحاج السلام عليكم